سيكون معنا على كل الأحوال سمير نشار، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، للحديث حول هذا الموضوع بعد قليل في سياق استوديو الآن، للحديث عن مفاوضات جنيف وما آلت إليه الأمور وآخر التطورات حول هذا الموضوع. في السعودية قالت وزارة الداخلية أن حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا في منطقة الأحساء شرق المملكة ارتفع إلى 4 قتلى و18 جريحا. وصرح المتحدث الأمني للوزارة اللواء منصور تركي بأنه تم منع انتحاريين من الدخول إلى مسجد الرضا أثناء أداء المصلين لصلاة الجمعة، قائلا إن رجال الأمن تمكنوا من رصدهما أثناء توجههما إلى المسجد، وعند اعتراضهما بادر أحدهما بتفجير نفسه بمدخل المسجد، فيما تم تبادل إطلاق النار مع الآخر وإصابته والقبض عليه، وضبط بحوزته حزام ناسف. حول الموضوع معنا عبر الهاتف من جدة الدكتور صدق الفاضل، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا دكتور. لماذا في الآونة الأخيرة يتم استهداف المساجد بأعمال إرهابية وتفجيرات بشكل مكثف؟ الواقع يعني هناك أعداء للمملكة العربية السعودية يستهدفون زعزعة أمن واستقرار هذه الدولة العربية الأكبر الآن، والتي تتمتع لله الحمد بنعمة أمن واستقرار أكثر من غيره. هم يحاولون أن يدقوا السيل بين إخواتنا الشيعة والسنة، ولذلك هم يستهدفون كما وحصل في الآونة الأخيرة ضرب بعض المساجد التي يأمها غالبية من إخواتنا الشيعة. نعم. طبعا هذا الهدف واضح جدا. وهؤلاء طبعا إثارة فتنة إذا في المملكة بين الطائفتين. نعم، الأعداء الخارجيين معروفين على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، وهؤلاء لهم أزرة محلية هم نسميه الفئة الضالة. الفئة الضالة هذه يعني هو مجموعة من الإرهابيين الذين يعترفون الإرهاب ويتخفون، وطبعا ولا يتم اكتشاف كثير منهم إلا بعد مع الأسف قيام العمليات الإرهابية التي يقومون بها. يعني دكتور نتحدث هنا عن أشخاص لهم صلات وارتباطات بتنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش مثلا. نعم، معظمهم لهم ارتباطات في تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، وبعضهم لهم ارتباطات في إيران وفي تحركات إيران الإرهابية في المنطقة. فهؤلاء يعني الحمد لله أنهم قلة قليلة جدا من أبناء الشعب العربي السعودي، ونحن كما ذكرت نطلق عليهم الفئة الضالة. كيف يتم التعامل مع هذه الفئة؟ يعني اليوم في حادثة الإحساء في تفجير مسجد الرضا تم إلقاء القبض على أحد منفذي الهجومين، كيف عادة يتم التعامل مع هؤلاء أو من يتم إلقاء القبض عليهم حتى أثناء التخطيط لهجمات أو عمليات انتحارية أو إرهابية في المملكة؟ كما تعرفون فإن المملكة العربية السعودية من أكثر الدول تعرضا لظاهرة الإرهاب، ولكنها من أكثر الدول نجاحا في محاربة هذه الظاهرة ومحاربة هذه الظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية في المملكة تتم على شقين، الشق الوقائي والشق العلاجي. بالنسبة في الواقع هناك نجاح كبير جدا في الشقين. الشق العلاجي يعني كان أكثر استخداما وأكثر نجاحا، أما الشق العلاجي فهو أنه مباشرة العمليات فورة حدوثها وتطويق القائم يعني المكان والقبض على الجريمة والذين يتعاملون معهم. أشكرك جزيلا دكتور صدق الفاضل، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة.